حسب الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلمني. صدقوني كل اللي ظلمني وشهر بيا انا مش هسيبه. انا رجعت مصر الحمد لله بسلام وامان، ان شاء الله حقها هيرجع. انا بصراحه اتفاجئت من الردود وكلام الناس هنا، يعني حتى الناس ما استنتش ان يعني الناس تظهر الحقيقه، والناس حكمت عليا على طول. بس الحمد لله يعني ربنا ظهر الحقيقه، والشرطه الفرنسيه طبعا هي اللي اكدت الكلام ده مش انا. طبعا انا لو كنت 1% شك عن الشرطه الفرنسيه كنت زماني وصلت مصر. بس الحمد لله يعني ربنا كبير وربنا اثبت براءتي. بس بصراحه متضايق بجد من ردود الافعال اللي في مصر، خاصه الصحافه المصريه والاعلام المصري. وانا كنت مع سيد السفير المصري في فرنسا واتكلم معايا، قال لي احنا هنعمل رد اعتبار ليك والصحف اللي نزلت عليك الاخبار دي، وانا ان شاء الله هكمل برضو الكلام ده هنا برضو على الصحافه المصريه والاعلام المصري كمان. لازم الناس دي تتقاضى، لان الناس دي شوهت صورتي من غير ما تعرف يعني الحقيقه. وانا زي ما قلت انا الشرطه كمان مش انا، الشرطه الفرنسيه هي اللي اظهرت براءتي وقالت ان انا معليش اي تهم من الاتهامات اللي هي البنت اتهمتني بيها، ولا اعتديت عليها ولا كنت مخمور ولا كنت اي حاجه، وده بالدليل صوت وصوره والتحاليل يعني. والحمد لله يعني ربنا كبير. انا طول السنه في اوروبا، يعني يعتبر عايش في اوروبا، وانا بنزل مصر يعتبر اجازات، يعني طول الوقت عايش في اوروبا وعارف القوانين كويس وعارف كل حاجه بتحصل هناك. مستحيل اعمل حاجه زي كده، وانا كمصري طبعا اخلاقي ما تسمحليش ان انا اعمل حاجه زي كده. والحمد لله يعني ده برضو اللي اظهرته برضو الشرطه الفرنسيه حسب الله ونعم الوكيل. يعني حسيت ايه الموضوع؟ انا اللي اتصدمت منه الاعلام المصري هنا بصراحه، يعني الاعلام المصري والصحافه المصريه هنا دول اللي انا اتصدمت منهم. ما كنتش متوقع ان هم يعملوا كده، خاصه ان انا يعني ابنهم بشكل قوي بقى. حسب الله ونعم الوكيل. طموحك اخر مره كنت واخد برونزيه انت في طوكيو، كان نفسك اكيد تاخد برونزيه او ذهبيه في باريس، ايه اللي حصل يا كيشو؟ اللي حصل كان يعني انا مصدوم لحد دلوقتي بصراحه في اللي حصل. الخساره كانت صعبه عليا ومش متوقعها، لكن دي تدابير من عند ربنا وربنا ما كانش رايد. وان شاء الله الجايات كتير، لسه عندي بطولات عالم، لسه عندي بطولات قاريه، لسه عندي ان شاء الله باذن الله لوس انجلوس. ربنا يكرمني ان شاء الله واعوض خساره باريس. انا بتاهل من اخر محطه تاهيل واصعب محطه تاهيل، وهي زيها زي بطوله العالم، ودي تاني اولمبياد على فكره هتاهل من بطوله العالم مش من بطوله القاره، يعني دي حاجه مش هتعدي عليا. وتاهلي ده اصلا لوحده بالنسبه لي كان ميداليه يعني. والحمد لله انا راضي بنتيجه الاولمبياد وربنا موفقنيش، بس انا مشواري كان صعب ومحدش هيحس باللي انا بقوله ده غير لما يكون رياضي زيي. مساندة رئيس اللجنة الأولمبية ومساندة وزير الشباب والرياضة ليك، عايزك توضح. بصراحة وزير الشباب والرياضة هناك ما سابنيش من أول ما عرف الخبر، هو وسيادة السفير يعني. الناس بصراحة وقفت معايا هناك، دعمتني، كانوا معاهم محامي هناك. الناس أول ما عرفت الخبر عندي، والحمد لله يعني هي عدت بخير. بشكرهم طبعا على دورهم وان هم كانوا ماسكين فيا طبعا يعني قبل اي ظبوط اي اجراء ولا اي حاله. وشكرا ليهم طبعا مع الوزير، وخاصه كمان مع السفير. ما سابنيش لحظه بلحظه بصراحه لحد باب الطياره يعني وانا راجع. كتر خيره بصراحه، اشكره على اللي هو عمله ده والحمد لله. يعني ما تحكمش على حد غير لما تعرف الحقيقة، يعني بلاش الأخبار تخليك تحكم على الناس من غير ما تعرفها. وده مثال أهو، الناس طلعت عليها أخبار كده وفي الآخر ربنا ظهر الحقيقة. فأنت ما استفدتش حاجة لما أنت يعني شويت سمعتي ولا شويت صورتي ولا طلعت كلمتني.
وفي الاخر غيرت كلامك يعني لما عرفت ان انا الموضوع بريء منه وسليم 100% غيرت كلامك يعني ما كانش ليها لازمه ان انت تتكلم وحش من الاول. على الاقل كنت تستنى يعني نتيجه الموقف ده ايه اللي هيحصل في الاخر ومنها تحكم، لكن ما تحكمش عليا وانت ما عندكش اي اثبات او عندك اي دليل. وانا زي ما قلت لك انا يعني الاعلام المصري بالذات والصحافه المصريه انا هقضيهم، مش يعني انا مش هسيبهم بصراحه اللي هم بصراحه يعني انا لحد دلوقتي والله العظيم يعني مصدوم من كلام الناس والكومنتات والصحافه، وفي ناس اعلاميين كبار طلعوا اتكلموا في الموضوع. يعني انا مشكله بره مصر يعني المفروض تدعمني، يعني تدعمني او تسال عليا او تشوف ايه اللي حصل معايا، لكن انت على طول انت قطتني على طول على طول على طول. يعني ده التشهير اللي حصل لي ده حصليش لما جبت ميداليه اولمبيه، يعني هو ده دور الاعلام بتاعنا؟ يعني انا لما جبت ميداليه اولمبيه ما اتشهرتش الشهره دي، ولما حصلت مشكله انا اتظلمت فيها يحصل معايا كل ده؟ صراحة يعني رسالتي كمان للإعلام إن هو يعني دايما يبص للإيجابيات بتاعت الأبطال الرياضيين مش السلبيات، ودايما يتأكد من كلامه قبل ما يحكم على الناس، لأن يعني دي سمعة بني آدم، والبني آدم ده كان ممكن يتدمر نفسيا، بس لولا يعني الواحد واثق في نفسه وواثق في أخلاقه ما كنتش يعني هسمع الكلام. بصراحة بشكر الناس اللي دعمتني، بشكرهم من كل قلبي بجد، يعني حتى لما الأخبار نشرت الناس طلعت تدافع عني من غير ما تعرف الحقيقة، لأن الناس دي واثقة كانت واثقة فيا وعارفة فيشوا على إيه، دول الناس فعلا الحقيقيين واللي بتبان في المواقف الصعبة، إخواتي صحابي قرايبي الناس كلها اللي حواليا بجد يعني بشكرهم بشكرهم وبشكر كل واحد دعمني بصراحة. لا ما اتحطمتش ولا حاجة، أنا مكمل. لا أنا مكمل مسيرتي ولسه عندي أولمبياد تانية، يعني عندي أولمبياد لوس أنجلوس وعندي أولمبياد بعديها إن شاء الله، لسه عندي بطولات عالم، يعني طريقي لسه ما خلصش ومش ده اللي هيوقفني. أنا 26 سنة لسه الطريق قدامي طويل، يعني إن شاء الله في الرياضة وإن شاء الله الأيام الجاية دي كلها تبقى إنجازات. دعم الحاجة والحاجة ليك شفته إزاي؟ والله أنا كنت شايل هم أمي أوي بصراحة، يعني لأن هي أنا كنت حاسس بيها، يعني طول الوقت اللي كنت قاعد فيه هناك في القسم يعني كنت حاسس بيها أوي، يعني كان قلبي وجعني عليها أوي، يعني الحمد لله شفت ربنا كبير الحمد لله.